كما أكد دكتور عبد الحسين بن علي ميرزا وزير الكهرباء والماء أن مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ستقيم معرضا ومؤتمرا خلال الشهر الجاري لزيادة توعية الأفراد والشركات في مملكة البحرين عن مزايا الطاقة الشمسية ولزيادة توعية الأفراد والشركات في مملكة البحرين عن مزايا الطاقة الشمسية. فإن مركز الطاقة المستدامة بالتعاون مع جمعية المهندسين البحرينية ستقيم معرض ومؤتمر في 17 أبريل من هذا الشهر، والجميع مدعوين للمشاركة في هذا المؤتمر والمعرض.